واحده بتقول انا متجوزه من سنه ونص، عندي بنت عندها 7 شهور. مشكلتي تبان ان هي عاطفيه شويه وعند كل الستات، بس حقيقي انا مش عارفه اتعامل مع جوزي ازاي. هو طول الوقت مشغول بشغله وحياته واصحابه والمجتمع واي حاجه تانية وثالثه وعاشره، وانا اخر همه واخر حاجه في اهتماماته. دايما لما بيكون في حاجه بتجمعنا مع بعض، خروجه، مناسبه تخصني، لازم هتبص تلاقيه بيخلق اعذار ويتحجج ويبقى دايما مش فاضي. اهم حاجه عنده ان الاكل يبقى جاهز وكله تمام والبيت نظيف، يخلص كل حاجه ويدخل ينام في اوضه منفصله او على اي كنبه في الليفنج، علشان دوشه البيبي ما بينامش جنبي خالص. لما بتكلم معاه يقول عادي، بس تعبان شويه، بس مشغول، اصل بالي مش رايق، او اي حاجه حجه. انا بحاول اتغاضى عن النقطه دي، بس حتى بحاول اتكلم معاه في مشاكله هو، حاول اشاركه عشان اخلق حوار تواصل بيننا، يبقى بيننا مشاركه من اي نوع. يبتدي يتحجج برضه ويقول لا انا تعبان، اصل عاوز انام، بعدين نتكلم، ويدخل يتكلم مع اي حد صاحبه ويقعد يحكي معاه بالساعات. لما بقول له انت مش حاببني ليه؟ طيب انا زعلتك في ايه؟ في حاجه مضايقاك مني؟ يقول لي لا ابدا، انا بحبك جدا قوي خالص، بس انا بجد تعبت من المعامله دي وفقدت الثقه في نفسي. انا المفروض دلوقتي اتصرف ازاي؟ ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ انت النهارده ليه زنقاني في كورنر كده؟ ازاي يا استاذه؟ هقول لك، ركزي معايا. اتفضلي. للاسف في رجاله كتير جدا بالذات في الجيل الحالي اللي هم متجوزين مثلا في اخر 10 سنين، بعد ما بيتجوز بيبقى عايز يحس ان هو زي ما هو راجل عازب مش شايل مسؤوليه، عنده حياته وحريته زي ما هي، ما حصلش فيها اي تغيير. ودي للاسف قضيه ومشكله كبيره، بنحاول ونتمنى ان احنا نقدر نناقشها ونحلها، ويبقى في شويه ايه تركيز في تربيه الاجيال القادمه عشان نتخلص من المشكله دي. حطي دي على جنب. فهنعتبر ان الراجل ده لغايه دلوقتي لسه مش متقبل فكره مسؤوليات والتزامات الجواز والبيت والست اللي في رقبته والطفل اللي جه، وبيبعد شويه وبيقضي وقته مع اصحابه اكتر، وواخد بعضه ونايم في اوضه تانية عشان دوشه الطفل. مفيش مشكله، عامليه بقى ايه؟ بذكاء الانثى. بعد ابعدي بس من غير خناق، مش ابعدي ببوز وبتكشيره وبازمه، اللي هو ايه؟ عادي يا حبيبي، انت براحتك، انت مشغول وانا كمان مشغوله، بعمل حاجات ورايا حاجات، قرب، قربي، مفيش مشكله خالص، بلطف وبدلال وبلذاذه. جننيه، ربنا مدينا الذكاء، يعني الحمد لله يا رب كل الستات يعني اعتقد عندهم كده ايه فطره الذكاء الانثوي اللي ممكن تعمل بيه الراجل، بس ما بنستغلهوش، ما بنستعملهوش، ما اعرفش ليه حاطينه في الثلاجه، ما نطلعه ونستعمله. خليكي كده ايه يعني بالترمومتر، قيسي معاه، بعد شويه، ابعدي انت كمان شويه من غير قفش، قرب، قربي، خليه هو اللي يبقى متشعوط وعاوز يعرف ايه اللي بيحصل وتوحشيه، ونظمي وقتك طبعا مع الطفل، ولو في حد يساعدك يبقى خير وبركه، واهتمي بنفسك كده. ومش كلمه اهتمي بنفسك بقت للاسف بتصد وبتغيري لون شعرك. لا لا، مش اهتمي بنفسك يعني عشان خاطره، اهتمي بنفسك عشان خاطرك، عشان نفسيتك وعشان حالتك المزاجيه تتحسن، بالذات ان بعد الولاده في ستات كتيره جدا علميا بيجي لهم حاله من حالات الاكتئاب اللي هي بيسموها البلوز بعد الولاده. يعني ما اعرفش ترجمتها الحرفيه علميا ايه باللغه العربيه، ولكن اكتئاب ما بعد الولاده ممكن ده كمان يكون مأثر عليكي ومخليكي واخده كل حاجه على اعصابك وبحساسيه. فدي نصيحتي، ان هي تبقى ذكيه معاه وتستخدم الذكاء الانثوي، وايه تلعب الماتش كده بينج بونج او 1-2. خلي يدور عليا كل شويه. ايوه لو غنينا اكتر من كده هيقطعوا علينا يا ايمان. لا خالص، بس هي المشكله في ايه؟ انت قرصه طول الوقت راحة ناحيته، ارجعي خطوتين لورا، ولما يعوزك هيلاقيكي، ولما يعوزك يلاقيكي مصحصحه ويلاقيكي حلوه ويلاقيكي مشاركاه، وترجعي تبعدي تاني، هو اللي يدور عليكي. واضح جدا انت متجوزه من سنه ونص والبيبي عندها 7 شهور، يعني انت حملتي من اول شهر، فهو اتصدم، يعني صدمه جواز في بيبي، فهو حس فجاه ان هو فقد اعز ما يملك اي راجل حريته، وبالتالي هو ممكن يكون شويه يعني مش متوازن نفسيا او عاطفيا. هيرجع تاني مجرد ما البنت تبتدي تقول له بابا وتبتدي تتكلم معاه، هيرتبط بيكي وبالبيت وبالعيله. سيبي اديله مساحته، هو هيرجع تاني لوحده، لان هو اختارك وهو بيحبك. ما تشغليش بالك وما تكتئبيش ان فعلا ممكن اكتئاب بعد الولاده يكون مأثر عليكي لحد دلوقتي. اديله فرصه وادي لنفسك فرصه، وما تخليهوش هو محور حياتك، شوفي اهتمامات تانيه اعمليها عشان انت كمان تقدري انك يبقى عندك متنفس تاني، حاجه تعبري فيها عن نفسك، لحد ما هو ربنا يرجعه بالسلامه ويهدي سركم يا رب.